السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام. نستعرض لكم فيها مجموعة من المقالات التي تتناول قضايا محلية وعالمية. نبدأ من صحيفة العربي الجديد، إذ نقرأ مقالا للكاتب إياد الدلهمي ناقش فيه التحولات العميقة التي أحدثتها المنصات الرقمية في تشكيل الرأي العام وصناعة التأثير في المجتمع. قد ذكر الكاتب الدلهمي أن هذه المنصات لم تعد وسائل تواصل اجتماعي فحسب، وإنما أصبحت أدوات قوية للتوجيه وصناعة الآراء، وهو ما يجعلها تتفوق على الصحافة التقليدية في كثير من الأحيان. العراق على سبيل المثال، ومن واقع متابعة يومية لمجريات الحروب الرقمية بين تياراته المختلفة، أنموذج يمكن القياس عليه لمعرفة هذا الخطر الداهم الذي باتت تمثله تلك المنصات الرقمية من تعزيز رؤى بعينها على حساب أخرى. رؤى يراد لها أن تكون هي الحقيقة بخلاف واقع الحال والمآل. تنشط مئات إن لم نقل آلاف من الصفحات والحسابات على مختلف المنصات الرقمية، فيسبوك، إكس، إنستغرام، تيك توك وغيرها، مدعومة من هذا الطرف أو ذاك، وكل يحاول أن يسوق وجهة نظره ويقدم رؤيته لما يجري. وتحولت بعض تلك الحسابات بمرور الزمن إلى مصائد للاعتقال والاغتيال والتغييب والملاحقة، بعدما نجحت باستدراج معارض هنا وآخر هناك. يكفي أن تتفقد الأخبار الآتية من العراق وتكتشف أن هناك حرباً وصلت إلى حد التصفيات الجسدية بين مؤثرات على المنصات الرقمية، بعدما انكشف أمرهن وتبعيتهن، وتصفيات أخرى وصلت إلى الاعتقال والتغييب في السجون. يخيل إليك اليوم وأنت تتابع الصفحات الرقمية عن العراق أنك أمام بلد يعيش نهضة لا مثيل لها، بينما تخفي تلك الصفحات الممولة واقعاً مأساوياً لبلد يسير كل يوم نحو قاع لا قرار له، في ظل تفشي سطوة الميليشيات المسلحة وتغولها حتى باتت أقوى من الدولة، بينما الواقع على المنصات الرقمية يخبرك بشيء آخر. ما الجديد الذي اكتشفه السفير البريطاني في بغداد؟ هذا التساؤل هو عنوان مقال في صحيفة القدس العربي للكاتب مثنى عبد الله، تناول فيه تصريحات السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيتشن بشأن دور الميليشيات في العراق. قد ذكر الكاتب أن هذه التصريحات أثارت ردود فعل قوية من السلطات العراقية التي عدتها تدخلاً في الشأن الداخلي. وعرض الكاتب كيف أن هذه التصريحات لم تكن جديدة أو مفاجئة، وإنما هي تعكس واقعاً معروفاً عن تأثير الميليشيات في الحياة السياسية والأمنية في العراق. وقد ناقش المقال أيضاً خلفية السفير البريطاني واهتمام بلاده بالوضع الأمني في العراق منذ الغزو الأمريكي. بداية، يجد المراقب أن كل تصريحات السفير كانت حول دور الميليشيات في التهديد الخارجي وليس التهديد الداخلي لحياة ملايين المواطنين العراقيين. يقول السفير: أصبحت الآن الميليشيات خارج نطاق الدولة، مشكلة دولية قد تورطكم في مشاكل دولية أو حتى في حرب. ويستطرد بأن هنالك تهديدات على البريطانيين، وأنا شخصياً أتعرض لتهديدات إذ إن هنالك ميليشيات لا تحبنا. ثم يقول: إنه من الصعب أن أشجع أقاربي على زيارة العراق في ظل التهديدات والانفلات الأمني وعدم السيطرة على الأسلحة المنفلتة، كما يتبين هاجسه الكبير في مسألة عدم الحصول على فرص استثمارية للشركات البريطانية، وليس ما يعانيه العراقيون من اضطهاد على يد الميليشيات. فيقول: يصعب على الشركات أن تستثمر أموالها في بلد إذا كان هنالك تهديد لموظفيها من قبل الميليشيات. هنالك ميليشيات تخطف الدولة وتتشكل جميع السلطات منها،
فتصبح الدولة ملكها. وفي العراق هناك واقع يعرفه الغرب جيداً، وهو أن الميليشيات هي من تشكل الحكومة، ويبدو واضحاً وجلياً أن السفير في كل كلامه هذا إنما يحاول إبعاد حكومة بلاده عن المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية في هذا الملف. فلقد شاركت بريطانيا الولايات المتحدة الأمريكية في غزو العراق، وكانت الحليف الرئيس لها، وكلاهما غضا النظر والطرف عن تنامي دور الميليشيات، بل في أحيان كثيرة استثمرا في هذا الملف. نقرأ مقال للكاتب أحمد موفق زيدان في صحيفة عربي 21. عبر الكاتب عن قلقه من التحديات التي تواجه الثورة السورية، ليس من الخارج فحسب ولكن أيضا من الداخل. زيدان سلط الضوء على ما يعده أخطاء وانحرافات ارتكبتها بعض الشخصيات والنخب المحسوبة على الثورة، وهو ما يعرضها لخطر التفكك والانهيار. الكاتب عبر عن خيبة أمله من زيارات تطبيعية لبعض الشخصيات السورية لجهات كانت وما زالت داعمة لنظام بشار الأسد، محذرا من أن ذلك يهدد بتمزيق الثورة من الداخل. فوجئت كما فوجئ الكثيرون بالزيارة التي قام بها وفد من معهد جسور برئاسة السيد محمد سرميني إلى العراق، ولقائه مع عمار الحكيم الذي شاركت ميليشياته الطائفية في قتل السوريين والعراقيين، وكان جزءاً من العملية السياسية العراقية الممهدة للاحتلال الأمريكي والإيراني. وفوجئت بهذا الانحدار والانعطاف عن طريق الثورة، فالزيارة لا تشكل إضافة بحثية للمعهد بعد أن بدت زيارة سياسية وأقرب ما تكون إلى وفد رسمي سياسي. لا علاقة لشكل أو مضمون أو جلسة الزيارة بالبحوث والمعاهد والدراسات التي لم تعتد على مثل هذا النوع من الزيارات، إلا إذا كانت جزءاً من سياسة التطبيع مع القتلة والطائفيين، بعد أن تحولت بغداد الحشد الشعبي اليوم إلى مسوق وواسطة للتطبيع مع العصابة الأسدية المجرمة. هل يجرؤ معهد من معاهد الميليشيات الطائفية على زيارة شخصية ثورية سورية أو عراقية مناهضة للمشروع الطائفي الذي أجرم ولا يزال وسيظل يجرم بحق أهل السنة؟ يحدث هذا في ظل تداعي الحصون الداخلية لثورة أهل الشام التي دفع الشعب السوري ثمنها باهظاً ولا يزال يدفع الثمن الأبهض وسيظل، بوجود نخب تفتقر تماماً للإرادة في مواجهة المشروع الطائفي المجرم الذي يستهدف المنطقة ولم يعد يستهدف سوريا والعراق ولبنان واليمن، فعينه غدت على حواضر ومدن جديدة. ونطلع مقالاً للكاتب رينو جيرار في صحيفة لوفيغارو الفرنسية، ناقش فيه المعضلة الاستراتيجية التي تواجه سلطات الاحتلال على المدى الطويل. جيرار ذكر أن سلطات الاحتلال على الرغم من قوتها العسكرية والتكنولوجية تواجه تحديات داخلية خطرة تتعلق بمستقبلها في المنطقة، إذ أوضح الكاتب أن الارتباط الوثيق بين سلطات الاحتلال والولايات المتحدة قد يضمن لإسرائيل حماية على المدى القصير، لكنه يخلق معضلة على المدى البعيد، إذ يؤدي الاستمرار في حالة الحرب الدائمة إلى تعب النخبة الصهيونية وهجرتها من البلاد. التهديد الذي يواجه الدولة العبرية هو بالأحرى داخلي، يقول رينو جيرار موضحاً أنه داخل حدود فلسطين الانتدابية التي يسيطر عليها جيش الدفاع الإسرائيلي يعيش 7 ملايين يهودي و7 ملايين عربي معظمهم من المسلمين. غالبية هؤلاء العرب سواء كانوا صغاراً أو متدينين جداً يعتبرون أن إنشاء دولة يهودية في فلسطين هو جريمة تاريخية للاستعمار الغربي، ويقولون أنها ستنتهي بالزوال كما اختفت مملكة الفرنجة في القدس بعد 192 عاماً من الوجود.
وللتغلب على مشكلة القومية الفلسطينية، طور نتنياهو بمساعدة أصدقائه الأمريكيين في إدارة ترامب الاستراتيجية الذكية للغاية لاتفاقيات أبراهام. كان الأمر يتعلق بإقامة علاقات دبلوماسية مع دول عربية مثل الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، وبناء مجال للتعاون الأمني والاقتصادي والثقافي معهم. وعلى المدى القصير تبدو إسرائيل دولة سليمة تتمتع باقتصاد مبتكر وجيش قوي وحلفاء أقوياء، لكنها تواجه على المدى الطويل معضلة استراتيجية كبرى. وينصحها حلفاؤها الغربيون طبعاً بتسهيل إنشاء دولة فلسطينية على أراضي غزة والضفة الغربية التي احتلتها عام 1967، والتي تعادل مساحة 22% من فلسطين الانتدابية. اعتبر الكاتب أن الخطر الأعظم الذي يهدد بقاء إسرائيل على مدى قرون من الزمان هو أن أهل النخبة في إسرائيل سيتعبون جدا ذات يوم من حالة الحرب الدائمة المستمرة هذه، فيبدأون بالهجرة في الاتجاه المعاكس من الأراضي المقدسة إلى أوروبا والولايات المتحدة. ونقرأ مشاهدينا الكرام مقالا في صحيفة عربي 21 مترجما عن موقع نيوزري الروسي بشأن اعتقال مؤسس تطبيق تيليجرام بافلدوروف في فرنسا وتأثير ذلك في مستقبل التطبيق. هذا المقال تناول تفاصيل اعتقال دوروف والتهم التي قد يواجهها، بما في ذلك انتهاك العقوبات المفروضة على روسيا وارتكاب جرائم متعلقة بالاتجار غير المشروع. كذلك ناقش المقال كيف يتعامل فريق تيليجرام مع هذه الأزمة واستعدادهم للتعامل مع تداعيات اعتقال دوروف، فضلا عن تأثير ذلك في قيمة العملة المشفرة المرتبطة بتليجرام. وذكر الموقع أنه بعد أنباء اعتقال مؤسس تليجرام انخفضت قيمة العملة المشفرة تون كوين التي طورتها شركة دوروف بنسبة 15% في السوق العالمية. وتقول مصادر مقربة من بافل دوروف بحسب ما نقلته قناة تليجرام إنها مصدومة من قرار السلطات الفرنسية، وحسب ما كتب مقدم البرامج التلفزيونية فلاديمير سولوفيوف في قناته على التليجرام، أفاد الأشخاص المحيطون ببافل دوروف أن منصة تليجرام لديها خطة عمل معتمدة في حالة اعتقاله. وقال المحامي الروسي إيفان سولوفيوف تعليقا على اعتقال دوروف إن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على التطبيق. وأضاف سولوفيوف لن يكون مفاجئا أن يفرض الاتحاد الأوروبي قريبا عقوبات على تليجرام. وكتبت وسائل الإعلام الفرنسية أن السلطات المحلية قد تتهم دوروف بانتهاك العقوبات المتعلقة بالاتصالات مع روسيا والمعاملات المشبوهة. من جانبها أعربت الصحفية كيسينيا سوبتشاك عن ثقتها في استعداد فريق تليجرام لمثل هذه الحالات. وفي ختام التقرير قالت سوبتشاك: أنا متأكدة من أن فريق تليجرام لديه بروتوكول خاص لمثل هذه الحالة، لأن دوروف كان لديه تجربة سيئة سابقة، ما دفعه لإعداد الخطة البديلة حتى لا يخسر كل شيء مرة أخرى. هذه مشاهدينا الكرام وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية.
يعد دفن الموتى أحد أزمات سكان غزة منذ بدء العدوان الصهيوني، إذ لا مكان آمناً في غزة، وجنود الاحتلال يجتاحون المقابر بمركباتهم العسكرية. كذلك تكرر استهداف الطائرات المسيرة والقناصة للمشيعين. وفي أثناء الأشهر الأولى اضطر أهل غزة إلى دفن موتاهم في الشوارع وأحياناً داخل البيوت، ودفن كذلك في مقابر جماعية بعضها كان في ساحات المستشفيات. ولكن مع استمرار العدوان بات الأمر أكثر صعوبة، واضطر عدد من المسؤولين عن حفر القبور إلى تهيئة حفر مستطيلة متراصة لدفن القتلى المقبلين. كذلك في مدينة دير البلح يعمل الحفارون تحت إشراف سعد حسن بركة البالغ من العمر 63 عاما، يركز نشاطه في مقبرة ممتدة على نحو 5 هكتارات ونصف هكتار، بعدما أضحت مقبرة أنصار مليئة بالشهداء. نشاهد الآن مشاهدينا الكرام قبل الختام تقريرا اخترناه لكم من مواقع الصحف. حوالي الساعة 3 السد اتكسر وجسر ثقيل وأخذ روالي وغرب 40 نفر شخصي استرشال وطلعنا جثث في ناس حيين، والحمد لله الناس كلهم أكثريتهم حيين. الوالي امباري جانب الصباح جاء، وفي ناس في المنطقة اللي أنا منطقتي دي منطقة تتابوب دي اتصلنا له تلفون قالوا شال البيوت وشالوا أي حاجة. جانا أمس اتصال أنه في ناس محجوزين في السيل في 7 عربية، فيعني دارين يحاولوا يطلعوهم وما لاقين طريقه. 7 لوري فيهم أسر وشيوخ وأطفال ومعظمهم ضحابة، بعض الناس يعني ضحابة. فجانا اتصال تاني قال لنا السد انحال. في نهاية جولتنا الصحفية في صدى الأقلام تقبلوا تحيتنا مشاهدينا الكرام، السلام عليكم.